أيام قليلة قبل انطلاق الامتحان المصيري لشهادة البكالوريا، يفضل الكثير من الطلبة المراجعة الجماعية بالمكتبة العمومية وسط مدينة أدرار من أجل تحصيل دراسي جيد. بالنسبة لأنه الباك قرب، هذه الفرصة الوحيدة زعما اللي عندنا باش نتلاقاو مع صحاباتنا ودو نصائح، طول نصائح تفهموا دروس زعما والخاصات نفهموا زعما في المكتبة زعما نتلاقاو مع صحاباتنا باش نقدموا لنا نصائح نستفادوا مع بعض من بعضنا هكا. نطالع مع زملائي وأصدقائي في مراجعة جماعية تحضيرات لشهادة البكالوريا. هذه المراجعة تتمثل في حل بكالوريات، وتتمثل أن كل تلميذ يستفيد من الآخر. هناك بعض النقائص نجدها عند التلاميذ، أنه كل تلميذ يعبئ النقص للتلميذ الآخر. نتلاقاو مع الأصدقاء تاعنا، نتبادلوا المعلومات، وفغيمو حاجة مليحة نتلاقاو بليزامي تاعنا ونبدلوا معلومات بيناتنا. وشكر خاص للفضاء باسكو حلت لنا هذا الفضاء باش نعاونوا بعضياتنا. تزامنا والعد العكسي لامتحان البكالوريا، مكتبة المطالعة تكتض كل يوم بالتلاميذ. حضور كبير جدا بالنسبة للطلبة، وكان إلحاح كبير كذلك من الطلبة. حاولنا نوجه لهم ثلاث مواد، يعني الأدب العربي والفلسفة وكذلك الاجتماعيات. حضور كان كبير بالنسبة للطلبة، كذلك يعني هذا البرنامج سيتواصل طيلة هذا الأسبوع يوميا من 8 إلى 11. المراجعة الجماعية أصبحت ملجأ التلاميذ كطريقة فعالة لفهم الدروس أكثر منها تقليد قديم.